شكرا ليك يا جمانة. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكد السيد الرئيس على تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته على التعامل مع ملف سد النهضة. قال إن مصر حريصة على أنها تدعم الجهود دي في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية. الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة. شدد السيد الرئيس على أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود اللي هيحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد مباحثات منفردة مع الرئيس تشيسيكيدي، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه تشيسيكيدي في مصر، معربا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين. هذا وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى المقر الدائم لرئاسة الجمهورية. حيث امتدت جلسة المباحثات على صعيد العلاقات الثنائية، وأشاد السيد الرئيس بمجمل العلاقات مع الكونغو الديمقراطية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلا عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضا التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي للعام الجاري. Et que vous appelez de vos voeux à
ce que l'Union africaine continue ses efforts s'implique davantage pour aider à trouver une solution pacifique et un accord contraignant. Et je vous remercie également d'avoir accepté de tout cœur de vous rendre à Kinshasa pour un éventuel sommet concernant justement ce problème du barrage de la Renaissance. Et je me réjouis de constater qu'à l'étape du Soudan et de l'Égypte, il y a lieu d'être optimiste quant à une issue heureuse de la question. Maintenant, il ne reste plus qu'à me rendre à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sera le mardi prochain. Ou le lundi, je sais pas. Le lundi ou mardi prochain. Et à ce moment-là, je pourrais dire si vraiment l'optimisme que je ressens en ce moment est permis pour l'issue heureuse de cet accord. Merci, monsieur le président.